من الدكاترة من أسرة وزارة التعليم التقني دكتورة عائشة، طبعا الدكتورة زينب على مستوى منطقة جبارة، الأستاذة ربيعة الشبن شور. باعتبار ان سرطان الثدي يعتبر ثاني سرطان من حيث عدد الوفيات بعد سرطان القولون، عافانا الله واياكم. اوكي، وبالتالي حاجه خلال هذه المحاضره نحن نعرف اهم الاشياء. هو حاجه، شو هو سرطان الثدي؟ شو هو سرطان الثدي؟ السرطان او الورم او الكانسر بنقولوا له باللغه العلميه، هو عباره عن تكاثر مجموعه من الخلايا بطريقه عشوائيه بشكل غير الدكاتره الذين جاءوا من الوزارة، ونشكرهم على قدومهم ونتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله موفقين في أعمالكم، وكل سنة وأنتم طيبين، والعلم راه يؤتى ولا يؤتى إليه، وهذه فرصة نادرة أنكم أنتم تستفيدوا من جميع ما يقدمه الإخوة الدكاترة، وكل سنة وأنتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك فرصة، يا إما أنت خايف، يا إما تدرس استحصال كلي، في حالة حاليا خلال السنة اللي فاتت لما دارت الكشف المبكر الجزئي، في حالات لو كان عندها الجين هذا الموجود عندها، ورات الدكتور يعطيها اكثر من خيار، يقولها شين، يقولها والله انت راهو معرضه انك انت ما دام عندك الجين هذا ممكن ينتقل لك، لو قلنا درنا استأصلنا جزء من الثدي. بس على جميع طالبات جميع السنوات قطعت هي تتم بمراحل التكاثر تبع عمليه الاقتسام، صح ولا لا؟ في الحالة هي في حالة السرطان شنت تبدأ بطريقة عشوائية وغير منتظمة، سواء كانت اللي هي في بعض الحالات احنا نقول مرحلة اليأس أو مرحلة اللي هي تأخر الدورة الشهرية، في بعض النساء تتأخر إلى ما بعد مثلا 50 سنة. كل مرة زادت وزن، معروف ان السمنة تعتبر من الاسباب للعديد من الامراض، السكر عفانا الله واياكم، الضغط، امراض تصلب الشرايين، امراض الثدي. شو ميزته هذا؟ ميزته ان هو في بعض الحالات، هو مش كل مصاب بسرطان الثدي لازم يكون عنده الجين هذا، لا، لكن فيما لو قلنا في مثلا حالة جت وعندها هو سرطان في الثدي في المراحل الاولى، اوكي، والدكتور طبعا حناخده بعدين في اللي هي طرق العلاج في الجراحه، في جينات خاصه بالاصابه بسرطان الثدي اسمها BRCA1 وBRCA2، هذه في بعض الحالات لما يبدا، طبعا هذا التحليل تو حاليا بيديروا فيه، لكن هو اكسبنسيف هلبه، غالي هلبه، ومش موجود في كل بدات في القطاع العام، مش موجود في القطاع الخاص فقط، من ياخذوا فيها العينه هذه ويرفعوا فيها وين التحليل هذا، يرفعوا فيه برا، يقعد فتره هيك شوي بس يرجع الريزلت بتاع النتيجه، لكن تو الشفاء التام، وبالتالي ليش العالم كله خلال الشهر هذا يكثف الجهود للكشف المبكر عن سرطان الثدي. سرطان الثدي راح مش يصيب النساء فقط، يصيب حتى الرجال، في بعض الحالات في حاله وفت رجل توفى بسرطان الثدي. ان شاء الله نجدد ونلبى الدعوه للدكتوره لنا حتى ترجع لنا يوم من الايام بعد ما تمكن من المناطق الثانيه ومن المعاهد. احد مؤسسات قلعه من قلعات العلم والتدريب اللي هو المعهد المهني الشامله اللي هو صفاي بن يدي، ومشاركه من تمكين المرأة ببلدية صويلي بن يدي اللي هي الأستاذة ربيعة الشبن. نرحب بهم مرة ثانية، والآن مطلوب مننا أن نستمعوا لهذه المحاضرة حتى نتمكن ونفهموا ما اللي صلحنا مش ولصالحكم أنتم. اليوم نظرا لجود المكان
لكن نبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ ربيع عاشور، منسقة توعوية بمكتب دعم تبكير المرأة بوزارة التعليم التقني، قايمين بحملات توعوية بخصوص مرض سرطان الثدي، والهدف من هذه الحملة هو توعية الفئات المستهدفة كعنصر النساء بالدرجة الأولى، والأعمار من 18 ولعند السن 60. طبعا هذه الحملة تستهدف لعدة أمور، اللي هي توعية النساء ان هم يقوموا بكشف مبكر حتى يعرفوا، لان هي تمر بعده مراحل المرض هذا، والاصعب المرحله لما يكون في المرحله الثالثه والرابعه، يعني لو هم ما يديروش كشف مبكر ويطمئنوا على الصحه، ولما يكتشفوا ان فيه بالبدايه على الاقل يتعالج اكثر من بعدين يتطور هذا المرض. والشكر الجزيل لكل من ساهمنا في هذه الحمله، وقمنا هذه الحملات بعده معاهد المتوسطه والعليا، من ضمن المعاهد اللي قمنا بها معهد العالي اللي هو العلوم الطبية بالزهراء، والمعهد المهنة الشاملة بالزهراء المتوسط، والمعهد المهنة الشاملة بإسواني بن يادم، ومعهد الخاص اللي هو جبل العالي، وبارك الله فيهم جميعا، كانوا متعاونين معنا. ونشكر أيضا وزارة التعليم التقني ومكتب دعم تمكين المرأة باستهداف هذه الحملات داخل الوزارة وداخل المكاتب على مستوى ليبيا. بارك الله فيكم وشكرا.